كان صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مقدمة مودعي فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيريتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد، بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية. كما كان في الوداع سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسفير الفلبين لدى المملكة وعدد من المسؤولين بالمملكة.